في آخر سنوات حياة أمير المؤمنين عليه السلام، وعاش هذه السنتين من حياة أمير المؤمنين، ثم بعد ذلك في ظل إمامة عمه الحسن عليه السلام مدة 10 سنوات، ثم 10 سنوات أخرى في ظل أبيه الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فيكون عمره الشريف عند شهادة أبيه الحسين عليه السلام تقريبا 22 عام. ثم بعد ذلك تبدأ إمامة الإمام السجاد عليه السلام بعد استشهاد أبيه الإمام الحسين، وتستمر إلى ما يقرب من 35 عام، من عام 61 إلى عام 95، 34 أشهر، وهي مدة طويلة من حيث الإمامة مقياسا لبقية الأئمة عليهم السلام. لكن كما هو حال أغلب الأئمة باستثناء أمير المؤمنين والإمام الحسين عليهم السلام، تبقى المعلومات قليلة عن الإمام زين العابدين، وحاله حال بقية الأئمة عليهم السلام الذين غالبا ما يتبادر إلى الذهن صورة معينة أو واقعة معينة ترتبط بهذا الإمام وتغطي على بقية جوانب حياة الإمام. ولهذا لعل صورة الإمام العليل البكاء الدعام هي الصورة المتبادرة إلى ذهن المؤمن عند سماع ذكر الإمام زين العابدين عليه السلام، رغم أن هذه الحالة ليس بصحيحة. الإمام زين العابدين تصور المؤمنين لمرضه وعلته مرتبط بالحالة التي ظهر بها يوم كربلاء، لكن المؤسف أن هذه الحالة أو هذا التصور استمر مع الإمام زين العابدين عليه السلام في تاريخه، رغم أنه الإمام زين العابدين عليه السلام قبل واقعة عاشوراء أو إلى يوم عاشوراء أو قبلها بليلة كان في أكمل قوته وعنفوان شبابه، كان بطلا من أبطال آل محمد صلوات الله وسلامه عليه، وصل كربلاء وهو مقاتل من ضمن المقاتلين، ولكن لحكمة إلهية شاء الله سبحانه وتعالى أن يمرض في ذلك اليوم لكي يبقيه الله سبحانه وتعالى ويرفع عنه الحجة، لأنه في ذلك اليوم لا يوجد عذر لإنسان سمع واعية الإمام الحسين أو نداء الإمام الحسين عليه السلام ويتأخر عن إجابته. ورغم ذلك تذكر الروايات أن الإمام زين العابدين أيضا عليه السلام تحرك لنصرة أبيه الإمام الحسين لما سمعه ينادي، ولكن الإمام أمر عمته زينب أن ترده إلى الخيام. لكن هذه الصورة بقت في أذهان المؤمنين أنه مريض عليل، إضافة إلى كونه من البكائين، وهذا مذكور في روايات الأئمة عليهم السلام، يذكر الإمام الصادق عليه السلام البكاؤون 5 في تاريخ الإنسانية، واحد منهم الإمام زين العابدين عليه السلام الذي بكى على أبيه الإمام الحسين عليه السلام إلى آخر لحظة في حياته وأدعية الإمام زين العابدين. ولكن حقيقة لم يكن الإمام زين العابدين عليه السلام كما يتصور كثير من الناس أنه اكتفى بالبكاء والدعاء والانعزال، وإنما كان شخصية حاضرة على الساحة مشاركة في أمور كثيرة وترك آثار كبيرة. عندما تقرأ تاريخ العلم والعلماء والفقهاء قد أنه يحسب بالمئات إن لم يكن بالآلاف الذين تتلمذوا على يد الإمام زين العابدين عليه السلام من الخاصة والعامة، من أصحابه من أتباع البيت عليه السلام ومن أتباع المدارس الإسلامية الأخرى ومدرسة الخلفاء، أسماء كبيرة في تاريخ
العلوم تتلمذت على يد الإمام زين العابدين عليه السلام، فكان أستاذا وجامعة إسلامية خرجت المئات بل الآلاف من طلاب العلم. إضافة إلى هذا ترك آثارا جليلة، لعل أهم هذه الآثار الصحيفة السجادية أو كما سميت بزبور آل محمد، هذه الصحيفة التي في ظاهرها هي مجرد أدعية وفي باطنها كنوز من العلم لم تفتح إلى الآن، للأسف لم تعطى الاهتمام المناسب ولم تجرى الدراسات الكافية لاكتشاف ما في هذه الرسالة، ما في هذه الصحيفة من علوم ومن فكر ومن معتقدات وأخلاق، أو أن الإمام حاول أن يغطي فيها كل جوانب الحياة الإسلامية التي يحتاج إليها الإنسان المسلم. وأثر آخر لا يقل أهمية عن الصحيفة السجادية هو رسالة الحقوق، هذه الرسالة التي تعتبر من أهم الوثائق التاريخية في مجال حقوق الإنسان، والتي يبين فيها الإمام زين العابدين عليه السلام حقوق الإنسان مع نفسه ومع خالقه ومع مجتمعه ومع كل ما يحيط به في هذا الوجود. ولهذا ارتأينا في هذه الليلة إن شاء الله ونحن نحتفي ونستذكر شهادة الإمام السجاد عليه السلام، والتي كانت في 25 من محرم من سنة 95 للهجرة. ارتأينا أن يكون هذا المجلس الليلة إن شاء الله على فقرتين أو مادتين. المادة الأولى هي نظرة في رسالة الحقوق، وخصوصا طلبنا من الأستاذ أخينا الأستاذ الدكتور أبو عمار عبد الحسن السعدي، وهو غني عن التعريف وأستاذ في القانون الدولي، طلبنا منه أن يسلط الضوء على واحدة من هذه الحقوق وهي حق المواطنة، الحق المتبادل بين الحاكم والمحكوم، حق المحكوم الرعية وحق الحاكم والعلاقة بينهما، ومقارنة هذا بشيء من الإيجاز مع القانون الدولي. والمادة الأخرى إن شاء الله ستكون مجلس شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام، إن شاء الله يحضر معنا ويقرأه أخيرا سماحة السيد هاشم شبر، الذي إن شاء الله نرجو أن يصل عن قريب. الآن ندعو الدكتور أبي عمار لإلقاء الكلمة ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المخلصين الذين عاهدوه وأوفوا بالعهد إلى آخر حياته. الحديث عن تراث أهل البيت حديث يستحق الكثير، وأعترف نحن مقصرون وبالأخص في حق الإمام زين العابدين. طبعا هذه كمقدمات تأخذ 3-4 دقائق 5 دقائق، لابد لي من عودها، لأنه سمعت الشيخ باختصار عرض شيء كثير سوف لن أكرره. أنا رسالة الإمام زين العابدين عليه السلام بعد تلك المعاناة، وسوف أعرض لهذه المعاناة التي كما يقول الأدباء دونها التراجيدية اليونانية كما صورها الأدب الإغريقي. ليس هناك حدث كحدث كربلاء عايشه الإمام. رسالة الحقوق تتضمن 50 بند، 50 حق من الحقوق، كل حق قد يتفرع إلى 10 أو 15 حق. إذن إذا قلنا وتسامحنا
إلى أن كل بند يتضمن على 10 حقوق نضربها في 50 تصير 500 حق، وهذه الحقوق مو جزئيات، ليست جزئيات صغيرة. إذن يستحق هذا البحث أو هذه الحقوق تستحق 500 مجلد، 500 كتاب من القطع المتوسط بما لا يقل عن 60 صفحة. يصير عندنا 500 كتاب، يصير عندنا مكتبة في هذا المجال. لا تبالغ، ارجعوا إلى النص، ارجعوا إلى الرسالة، تستحق هذا وأكثر. بس ذلك يحتاج إلى مؤسسة يعني تتبنى الأمر على مستوى دولة. خلينا على هيك. اللي ما جاء العابدين يقول البعض كما تفضل سمعت شيخه، وكنت أنا في حديث قبل يومين واحد يشكك على أن هذه الرسالة وهو شيعي ويدعي الثقافة أنه هذه ما معقولة للإمام. المعروف عن هذا الرجل يسمع أن الإمام جي العظيم قاعد يبكي ويعبد ورجال مريض وجاب عليه مهم العالم، فرديت عليه أنا وأقنعته على الأقل أنا ظاهرية أن هذا الكلام غير صحيح، وبينت للأمور قبل يومين ثلاثة. الإمام زين العابدين عليه السلام عاش كربلاء بكل تفاصيله. شنو عاش كربلاء؟ عاش كربلاء يا سهام تترى على الحسين يقول خذها يا ابن فاطمة، يعني خذيها يا فاطمة، خذها يا رسول الله. هذا شهادين، شهادة الأطفال، شهادة النساء، شهادة. وكان كان يحس في قلب الإمام، طبعاً هو جبال زينب والإمام زين العابدين جبال، يعني ما هزوا، لم يخشوا، هزوا العروش. كان يحس في نفس الإمام زين العابدين أن زينب تقف أمام شخص مشكوك في نسبه، ويشتم علي ويشتم الحسين ويشتم على البيت. هذه هي هذا موطن الصعوبة. وقال الإمام زين العابدين كان صعب عليها ما يعني قتلها وخوفها، كذلك يقف في مجلس يزيد. المهم في هذا أن الإمام زين العابدين والسيدة الحوراء البدرة عقيلة بني هاشم كانا بمستوى الحدث، كانا بمستوى حدث كربلاء، وردوا الخصوم وردوا شماتة الخصوم، وقفوا بوجه هذه الشماتة، يخاطبون يقول يا ابن الطرقاء، يا ابن كذا، يا ابن كذا، من أنت؟ يعزوا علي أن أخاطبك بالله. شو القضية؟ عشان ده وخلص منه. دكتور مين؟ من هالجهة. هذا سدينا خلاص. الرسالة على هذه الرسالة، رسالة زين العابدين عليه السلام ورسالة الحوراء زينب تجلت في تكملة نهضة الحسين. نهضة الحسين ما حصلت إلا لوجود جريمة من أبشع الجرائم وانحراف من أبشع الانحرافات في لب الإسلام، ولذلك خرجت للإصلاح في مجد قوة. فلذلك إذا تيجي توازن بين التضحية التي ضحاها الحسين يتناسب مع عظم الانحراف، الانحراف. ولذلك الإمام زين العابدين بين هذا الشيء، بين هذا الشيء للأمة، يعني الأمة غشي عليه، غلبت قلوبها، ران على قلوب الأمة سواء في الكوفة أو في الشام. فلذلك الإمام زين العابدين نبه الناس يقولوا انسبوني، من أنا؟ من أنا؟ فلذلك انتبه الناس. فلذلك نحن نقول على المنابر أو غيرها نقول فعلا أصبح هناك إسلامان، هناك إسلامان، إسلام الحسين وإسلام يزيد،
ولذلك احنا نعيش بآثار هذا الكلام. هذا الكلام هذا لا أشكك بالوحدة الإسلامية وأتمنى الوحدة الإسلامية وأدعو الوحدة الإسلامية، لكن من المتشائمين طالما أكو هناك خط هناك خط يتعارض، والآن نشاهد خط يزيد. فالإمام عليه السلام الإمام زين العابدين بعد أن انتهت الأمور ووصل إلى المدينة تفرغ للعبادة، تفرغ للتفسير، تفرغ للفلسفة، تفرغ لعلم الكلام، تفرغ لبقية المعارف، وأبدع كثير من الكثير، واستفاد منه الصحابة اللي كانوا يترددون عليه. جملة من الصحابة المخلصين كانوا يتوافدون على الإمام زين العابدين واستفادوا من هذا التراث الضخم. أما بشأن الرسالة وموضوعها المحدد الراعي والرعية أو الحاكم والمحكوم، علاقة بين الحاكم وبين المحكومين، يعني علاقة بين من يتولى السلطة والشعوب شعب. طبعا لما تقرأ النصوص شوف اللي ما يعرف تاريخ الإمام زين العابدين رجل يعني غريب ما يعرف أو إنسان متعصب يشوف الإمام يداهن ويخاف وما كان له أن يكون كذلك. هذا الرجل هيج رأي جهل. الإمام عليه السلام عندما يضع عناوين عنوان حق الأئمة وبعدين حق الرعية، طبعا الأئمة هناك عندنا نوعان من الأئمة، أئمة عدل وأئمة جور. فالإمام في بعض النصوص طبعا لعلمك حق الأئمة وحق الرعية لا يتجاوزان كل واحدة مرت 50 كلمة أو 60 كلمة، لكن جمعت العالم كله. فلما نشوف النصوص بالأخص من حق الأئمة، طبعا بعض في رأيي بعض العبارات تعبر عن الإمام العادل. الإمام العادل بالنصيحة، ليس هناك إنسان يحكم لا يتعرض للخطأ انسحب. أما الإمام الجائر اللي هو امتدادا لبني أمية ولحد الآن الحكام الظلمة الحكام الدكتاتوريين المستبدين يخاطب الإنسان الواعي المسلم يقول له احذر احذر من بطش الحاكم إلا إذا كنت قادر على مقاومته، يعني إلا إذا كنت عنده قوة تستطيع أن تعدل انحرافه، أما إذا لم تكن عندك هذه القوة فاحذره ولا يلهو ولا تعاديه ولا تعازي، لا تعازي يعني اعترف له بالعزة ولو بالظاهر. يعني يقول لي أن هذا الحاكم تسلط عليك، تسلط عليك واغتصب السلطة منك، هي عملية اغتصاب، بنو أمية اغتصب السلطة كما يقول الحسن البصري. الحسن البصري يقول أربع خصال كنا في معاوية، كل واحد منهن موبقة تؤدي إلى النار. من جملة هذه الخصال الأربعة هو تسلط على الأمة بدون إرادتها،
بدون سند شرعي تسلط على الأمة. البقية الثلاثة قتل حجر وأصحاب حجر ادعاء زياد الهدي والنبي يقول الولد الفراش والآية الحجر الأربع قصر. فهذا مغتصب السلطة، اغتصب السلطة من ولاية الإمام. فالإمام زين العابدين يقول أنت أمام إنسان مستبد، إنسان جائر، إنسان لا يعرف للإنسانية قدر، فداري حتى تستطيع أن تكمل رسالتك. ولذلك هو بالنسبة للإنسان يوصيه بيقول بعدين يتوجه الإمام زين العابدين عليه السلام يتوجه ويقول له كل ذلك، كل ذلك، كل تلك المدارات مع الحفاظ على الدين، ليس خروج عن الدين. هاي مهمة جدا. السلام عليكم. السلام. أما بشأن طبعا بعدين يجوز أن أعرض إسناد السلطة، شلون تسند السلطة إذا صار عندي وقت. بعدين بالنسبة للرعية، الرعية خاطب الحاكم، يخاطب سواء كان الحاكم جاهل أو عادل. ماكو حاكم عادل إلا بالنسبة للرعية إلا أولئك العظام. يعني باختصار يقول لهذا الحاكم، يقول أنت تسلطت عليهم يعني تسلطت عليهم بقدر من الأقدار، فهذا التسلط لا توظفه بما يرضي بالله. أنت تسلطت على هذا الشعب فوظف توظيف بحيث تحسن للناس، واشكر الله على تسلطك على هؤلاء الناس. هذا وين ما موجود هالشيء طبعا. فرعاية الرعية رعاية حقوقهم، رعاية حرياتهم، رعاية كرامتهم، رعاية إنسانيتهم، توفير كل مستلزمات الحياة المعيشية المادية والمعنوية. لما نرجع إلى المواثيق الدولية، طبعاً أستبق الكون وأقول بأن الحدث حدث كربلاء لو ننقله الآن، إذا نقلناه الآن وقيمناه الآن، طبعاً هو من الجرائم التي تمس بالإنسانية. يعني عندنا الجرائم اللي تولتها المحكمة الجنائية الدولية، جرائم العدوان، جرائم ضد الإنسانية، جرائم الإبادة، جرائم الحرب، هذه الجريمة تعتبر في عداد هذه الجرائم. وطبعا حذرت لها المواثيق الدولية وحذرت لها اتفاقيات جنيف، طبعا فيها عقوبة كبيرة للجاني وقتها، لكن هم هؤلاء الناس اللي ارتكبوا هذه الجريمة عاقبهم الله بآخرين. فالحقوق والحريات التي ينبه إليها الإمام زين العابدين هي جزء من الكرامة الإنسانية، جزء من كرامة الإنسان. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أول ما ركز على الكرامة، الكرامة المتعصلة، يسميها الكرامة المتعصلة للإنسان. فإذا الإمام زين العابدين لما يأكد في وصايا الكثيرة بما فيها هذه الوصايا أو هذه العبارات في الرسالة، يؤكد على هذا المعنى، ما يؤكد على الإسلام وغير الإسلام، يؤكد على الإنسان. الإنسان يجب أن تتوفر له كرامته، لأن الأصل، أصل الدولة،
أصل نشأة الدولة ما نشأت لذاتها، ما نشأت في فراغ، نشأت الدولة وما تتضمن وما تشتمل عليه من سلطان نشأت لرعاية حقوق وحريات الناس. هذه السلطة الشرعية، السلطة الشرعية التي تستند على إرادة الشعب يجب أن توفر كل حقوق وحريات الشعب المادية والمعنوية، الحقوق والحريات، الرأي، الفكر، التعليم، الأمور المعاشية، مقومات الحياة المعاشية يجب أن تتوفر في الدولة المعنية. لذلك البيت عندما حكم الإمام علي، خذ الإمام علي شو ماذا يقول الإمام علي؟ يقول أطمع أن يقال لي أمير المؤمنين، يعني عبارة بسيطة يعني مضمونة، أطمع أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أشاركهم خشونة العيش إلا أن يقول كذا كذا كذا. طيب إذا الإمام علي ركز بهذه العبارات البسيطة أن الحاكم يتمتع بامتزازين، امتياز مادي وامتياز معنوي. شوف كلمة أطمع أن يقال لي أمير المؤمنين يعني أنا أصبحت سلطان، أنا أصبحت أمير المؤمنين، أمير المؤمنين يعني الحاكم، يعني أطمع أن يقال لي أمير المؤمنين ولا أنزل إلى مستوى الرعية، فيجب أن أنزل إلى مستوى الرعية حتى أستحق هذا اللقب. لذلك مشوا البيت كلهم مشوا ولهم ما حكموا، ما حكموا. لذلك الإمام زين العابدين كان يجسد هذه المعاني، يجسد هذه المعاني، يقول للإنسان البسيط الراعي بعد شيء، يقول للإنسان البسيط إنك أيها الإنسان، شوف العقل اللي وراء سطور، يقول للإنسان أنت عندك رسالة، رسالة مو بوجه الحاكم، رسالة وجود، أنت عندك رسالة معينة يجب أن تؤدي رسالتك كما ينبغي. لذلك في ظروف الشدة، في ظروف الحصار اللي عاشوها الأئمة وبالأخص الإمام زين العابدين، كان يخاطب الناس بهذا المعنى، يخاطب الإنسان بهذا المعنى. ولا الإمام يرتفع ويعلو على المداهنة ويعلو على الكلام اللي قد يفسر تفسير آخر، يقول بعدين يتوجه حفاظا على دينه، داري للحاكم لا تعارضه، حتى بهالعبارة لا تعاجي، لا كيت لا كيت لا كيت، إلى يقول حافظ على وجودك. ولذلك الإمام زين العابدين حافظ على هذا الخط، لولا الإمام زين العابدين ولولا السيد عقيلة بني هاشم لم يفرض أنت الآن تصور أنه قتلوا الإمام زين العابدين والسيدة الحمراء قتلت في كربلاء، ماذا سيحصل؟ من يظهر ويتولى بيان أهداف ثورة الحسين؟ ليس هناك أحد، لا يستطيع أحد أن يقول. ولذلك بقاهم جسد أهداف ثورة الحسين، ولذلك باقي لحد الآن. هل هناك حدث حما تعلمون يبقى خالد هذه المدة وسيبقى؟ ماكو حدث بالدنيا، حصلت أحداث ومعاشي كما يصورها، كما قلت لك المأساة اليونانية كما صورها الأدب الأغريقي دون هذا الحدث، أقل بكثير من هذا الحدث. فلذلك بكت خالدة هذه الناظرة المباركة لأنها مرتفعة الأهداف، عالية الأهداف، سامية الأهداف لله. ولذلك لما يضح الإمام الحسين بهذه الطلة الطيبة من أهل بيته وأنصاره، يعني يجي يقول إلهي أرضيت، هكذا أنا أفهمه، هل يرضيك هذا؟ ولذلك السيدة زينب والإمام زين العابدين لما يقفون أمام هؤلاء، تتصور ابن زياد بتاعي شنو طغيانة، شنو مو شهيد واحد يخاف، شنو
شكك النسبة يعز علي مخاطبتك الكل في ذلك. ولذلك أوقفتهم عند حدودهم هذول الطغاة أوقفتهم. طبعا العناية الإلهية كانت تتوج هذه المسيرة، كانت تعرى هذه المسيرة بين والإمام جي العالم. ولذلك هدت عروشهم، انتهت عروشهم، انتهت. هؤلاء أهل الشام كانوا يسمونهم خوارج. انتبهوا يا أخي، انتبهوا للكلام هذا. من نحن؟ نحن ذرية رسول الله. أبن أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن كذا، أنا ابن دلة أتدلى. فكان كعب قوسين أو أدنى. اتهموا الناس، اتهموا. بالكوفة اتهموا. فلذلك ربط الكلام في أن هذه المسيرة وسيلة إعلامها كما يقال الآن هم الإمام زين العابدين والسيدة زينب، ولم تنتهي رسالة الإمام زين العابدين إلى أن انتهت حياته في هذا التراث الضخم. وقلت لك نحن مقصرون، أنا حسب إحصائيتي كتبتها تستحق 500 مجلد من القطع المتوسط، يعني 500 كتاب، يعني مكتبة. كل حق من الحقوق يتفرع إلى 10 حقوق، 10 في 500 تستحق. فهذا التراث الضخم إحنا إن شاء الله لا ننسى أن ننبه على أن نكمل النواقص، نكمل النواقص حتى يستفيق العالم الآخر، يستفيق دين يزيد. اللي الآن جاء نحسن ماشي دين يزيد، الآن إحنا نعيش هاي الأمة العربية والدول العربية ما لها عسر بها، هذا هو دين يزيد، هذا هو اللي ضحى في سبيل الحسين، هذا هو اللي ضحى في سبيل علي بن ابي طالب والأئمة كلهم. على كل كما قلت راح اختم الكلام، وطبعا يحتاج الى كثير من الوقت مثل هذا الكلام، كل بند من البنود يحتاج الى محاضرات ومحاضرات، فاكتفي بهذا القدر. واتمنى من الله ان يقبل منا هذا الشيء القليل، حتى حضوركم محسوب في سبيل الله، ونتمنى ان نؤجر عليه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا. وكما قال رساله الحقوق، رغم صغر حجم هذه الرساله الا انها لو اعطيت الحق للدراسه والبحث كما قدر 500 مجلد انا ساكون اقل منه تفاؤلا. نتمنى لو 50 مجلد، يعني لو كانت هذه 50 باب، لو 50 مجلد الآن كمرحلة أولى يعمل على هذه الرسالة لكي يتعرف العالم على علوم أهل البيت عليهم السلام الذين أسسوا لحقوق الإنسان. هذه رسالة الحقوق من الإمام زين العابدين كانت قبل عام 95 للهجرة، يعني قبل ما يقرب من 1400 عام تقريبا كانت رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، ثم تأتي بعد ذلك الأمم المتحدة بعد أكثر من 1350 عام تقريبا لكي تضع هذا الإعلان العالمي والمبادئ العالمية لحقوق الإنسان. يحبذ لو الدارسون المسلمون وخصوصا أتباع البيت عليهم السلام يعطوا هذه الرسالة حقها في الدراسة والبحث لكي يعرف العالم بأهل البيت عليهم السلام الذين هم أساتذة الإنسانية في مجال حقوق الإنسان. شكرا لأبي عمار على هذه الإطلالة، وإن شاء الله لعل في مناسبات أخرى نستفيد عن بقية البنود إن شاء الله. أحسنت كما قال الشاعر المالي: أراك ودمع عينك جامد أو ما سمعت بمحنة السجاد. هذه الليالي ليالي
استشهاد الإمام السجاد عليه السلام، وأيام أيضا أيام محرم هي أيام محنة الإمام السجاد التي قال الآن الدكتور أبو عمار أن دونها تراجيديا اليونانية والمصائب التي جرت في أمم أخرى جرت عليها بعض المصائب لا زالت تستذكر هذه المحنة والمصائب إلى اليوم وتبكيها، ولكن كما قال وكما هو واقع الحال ما حدث في كربلاء لم يحدث له مثيل في تاريخ البشرية من اعتداء وقتل لخيرة أهل الأرض في ذلك اليوم بتلك الصورة البشعة والجريمة الفظيعة التي حدثت يوم عاشوراء. نستمع الآن إلى مجلس شهادة الإمام زين العابدين عليه السلام لأخينا سماحة السيد هاشم شكر، ندعوه ونستقبله بالصلاة على محمد وآل محمد. Yeah.
هذا الكلام دائما يستعمل اللسان ويأخذ زمام المبادرة
مما تستوحيه إليه واقعة الطرف يوم من الأيام أيضاً مر بسوق القصابين، لأن الناس في المدينة ما عندهم معرفة ثورة الحسين شنو أهدافه أو ثورة الحسين كيف حدثت، كيف قتلوا، كيف حتى الطفل الرضيع ما رحموه ماكو. الإمام زين العابدين وزينب في البلدان سلام الله عليها، لأن توصي من الإمام الحسين على أن هذا الصوت ما لدى يا أخو يا زينب، أنا ما طلعت للأطفال والعيال، لا، هذه القضية متماسكة، قضية الحسين أنا أعطي دمي وأنت تجولين في البلدان تشرحين الثورة وتشرحين هذه الثورة، وأنت يا زين العابدين لسانك هو الذي يكمل الثورة، سلسلة مترابطة. وإلا الحسين سلام الله عليه عند كلمة مهلونة سواد هذه الليلة، ما قاتل الحسين بالليل، لماذا؟ خوفا منه أن يقتل وتقتل أصحابه وأهل بيته، وبعد ذلك ما حد يشوفهم، لا داير ما دايرهم، أكو ناس يعني هذه القبائل بنو أسد وغير بنو أسد اللي داير ما داير الغاضرية ما يشوفون شيء، أمهلهم إلى الصباح حتى يري العالم أنني رفعت عبد الله الرضيع، قلت اسقوه أخذوه بيدكم وما رحمتوه أبدا. هذه المقالة عندما قال مهلونا إلى الصباح. الإمام زين العابدين اتخذ من لسان شعر اللسان ما شعر السيف، أعاد التربية الإسلامية على منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. مر بسوق القصابين بعد الواقعة عندما رجع إلى المدينة، سمع القصاب يقول لغلامه سقيت الكبش ماء، تأمل بالعبارة تذكر الحسين، نصب في سوق القصابين هذا المنبر، وقف قال ما الخبر؟ قال نعم نحن نذبح الكبش حتى يسقى الماء، يقول أدار وجهه إلى الكربلاء وصاح بصوت عال، اجتمع الناس من حوله، أبا يا أبا لا يذبحون الكبش حتى يسقى بالماء وأنت ذبحت إلى جانب الفرات عطشانا، هذا الفرات اللي الكلاب والخنازير أجلكم الله تشرب منه، بنت رسول بنت رسول الله ابن رسول الله ذبح عطشان إلى جانب الفرات. هذا الطرح ما كان يعجب بني أمية، بني أمية في المدينة المنورة زين نشروا الميوع والفساد، ما كان يعترفون على أن الإنسان يجب أن يتربى تربية إسلامية، يجب أن يتربى تربية الله يرضى بها زين، لأنهم أفهموا الشام، هم ذولا أفهموا أهل الشام، الشام كانت فلسطين ولبنان وسوريا والأردن ما كانت مجزأة، أفهموهم أن الآية الشريفة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا نزلت ببني أمية، ما لهم علاقة أهل البيت بذلك، أفهموهم هكذا. أراد الإمام زين العابدين أن يستنقذ ما يمكن استنقاذه، نظر عمره كله إلى الدعاء والبكاء والعلم وقضية العبيد، أيضا إن شاء الله نجي عليها، قضية العبيد أيضا تصرف فيها تصرف عظيم جدا. الإمام زين العابدين سلام الله عليه كان يطرح هذا الطرح، وهم يطرحون الطرح مغاير، يطرحون الفساد، يطرحون الواقع البغاء، عندما أنت يجب أن تسمع الأذان يعلو من مآذن المدينة المنورة والقرآن الكريم، تسمع طويس مثلا يغني في جانب غناء خليع، تسمع مثلا عمر بن أبي ربيعة كان يتغزل بنساء القرشيات في مكة، عرف مكة إجا للمدينة المنورة كانت مأوى للغناء والطرب والرقص والبغاء المدينة المنورة، وهو يقول أبرزوها مثل المعاد هذا بين 50 كواعب أترابي، هي مسؤولة تحير في أديم الخدين ماء الشباب، قالوا تحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب. وفي الجانب الآخر الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يطرح هذا الطرح، وما لي لا أبكي أبكي لخروج نفسي، يريد يسمع المجتمع، أبكي لظلمة قبري، يريد يقول راح أرجعكم إلى الجو الأصيل الجو الإسلامي الأصيل، أبكي لخروج نفسي، أبكي لظلمة قبري، أبكي لضيق لحدي، أبكي لسؤال منكر ونكير إياي، هكذا يقول، أبكي لخروجي عريانا ذليلا من قبري، أحمل أوزاري على ظهري، أنظر مرة إلى يميني ومرة إلى شمالي، إذا خلاك بشر غير شأني، ما له علاقة بي. هكذا كان يحدث المجتمع،
هكذا كان يربي المجتمع الإسلامي. من بعد واقعة الطرف رجع إلى المدينة يزيد، ترى حكم 3 سنين والرابعة مات فيها. يزيد السنة الأولى قتل الحسين سلام الله عليه، السنة الثانية أباح المدينة في واقعة الحرب، السنة الثالثة هدم بيت الله الحرام، سنة الرابعة مات. عندما رجع الإمام زين العابدين إلى المدينة المنورة أو يزيد بعد واقعة الحرة، الواقع تبل الإمام بجيوش من الأيتام والأرامل. هذا يزيد اللعين، جيوش من الأرامل واليتامى. الإمام زين العابدين اتخذ على عاتقه أن يعول هذه الأرامل واليتامى. 400 عائلة كان يعيلها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه، 400 عائلة، وليس فقط الذين ينتمون إليه أبداً، بل بالعكس حتى الأيادي التي قطعت أشلاء أبيه وأعمامه كان حريصاً عليها أن لا تقطع، لأنه ينظر إلى المجتمع ككل، ينظر إلى النظرة الإسلامية وهو الإمام المفترض الطاعة. إجا إلى أناس أيديهم مزقت أشلاء أبيه، أطعمهم وكساهم زين، وهذا كان ديدنهم، هذا كان الخلق اللي عند الإمام. والقضايا الاجتماعية اللي مر بها الإمام، سخر أبي نيزر والبغيبغة، سخرها للنحوات لصدقات الإمام أمير المؤمنين، ورد بالسنة 24,000 دينار سخرها لإطعام هؤلاء، سخرها لإطعام المخالف أيضا، وإلا ما كان الإمام زين العابدين يوم من الأيام يقول نفسي أو شيعتي، لا لا أبدا، ينظر نظرة عامة مو نظرة خاصة. يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه من مبغضيه إسماعيل بن هشام، هذه من أخلاقياته، وهذه من حرص على تربية المجتمع تربية إسلامية يعيدهم إلى تعاليم أهل البيت، كان يتحدث بفضائل أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. كانوا يبعثون إليه ناس يضايقونه، يسألون أسئلة، بل يصير عصب الإمام مثلا حتى تبطل أو حجته أو يبطلون حجته. سيدة واحدة من جدك علي بن أبي طالب، لماذا قاتل المسلمين؟ قتلهم، قتل إخوانه. قال له كيف قتل إخوانه شلون؟ قال هو يقول إخواننا بغوا علينا، شلون قاتلهم؟ قال له علي كيف تستريع أنا أتهمك. قال له تقرأ القرآن الكريم؟ قال له نعم أقرأ القرآن. قال له القرآن يقول إلى مدين أخاهم هودا، مدين وكانوا كفرا لو مو كفرا؟ قال له كفرا. قال له هود شنو؟ قال له نبي. قال له شلون نعته بأخيهم؟ إلى ثمود أخوهم صالح، زين هذول كانوا كفرا لو مو كفرا؟ زين شلون ينعتوا بالأخ؟ الأخ هنا أخ المواطنة، أخ النشأة، أخ الولادة اللي انولد في هذه الأرض. حتى وصل يوم من الأيام سألوه عن زينب بن جحش، كيف تزوج جدك محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ ليش الصلاة ضعيفة؟ أنا ما أدري. اللهم صل على محمد وآل محمد. لماذا تزوجها؟ هل عشقها؟ زوج الزيد بن حارث يريد يثيرون الإمام، يقول له لا مو هالشكل، هذا راد بتزويجها، راد يمسح عرف جاهلي عنها، أولا الربائب إذا تزوجوا وطلقوا ما حد راح يتزوج زوجاتهم، افرض شابة، افرض بعد كذا. النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر السماء أمره أن يتزوج، وإلا هي بتعمته كانت أمامه 24 ساعة يقدر يتزوج ساعة الساعة. ليش بهذا؟ يريد يسحق عرفا جاهلي. يشيء إلى واحد يجي يقول له رضيت بالحج ونعومته يا زين العابدين بعد واقعة الطرف، رضيت بالحج ونعومته وتركت الجهاد وخشونته. ثم قال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. زين قال الإمام كملها بعد ذلك شنو؟ يعني أنا متقاعس قصدك عن القتال؟ كان يدي ثيرة. قال أنا مو متقاعس عن القتال، التائبون العابدون، مو قال أكمل، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عجيب لي هذول من بشر أنا أنهض. نتأكد على السورة في صدرها، الآية في صدرها، شوف أنت العجز شو يقول؟
التائبون التائبون العابدون أكو الآن عندك من هؤلاء جيب لي أنا باكر أنهض إلى القتال. لكن ما جاي ألقى أبدا. الإمام جيل العابدين عرف أن هذا هؤلاء بنو أمية صحيح هو المنهج وأنتم منهج جاهلي بس متنفع بالإسلام يدري. وإذا ظل هذا المنهج بعد ثورة الحسين أقرأ على الإسلام السلام. توجه الحسين بدمه وكان محتاج إلى لسان مثل الإمام جيل العابدين حتى يركز هذه الدعائم الأساسية، لأنه هو هذا صاحب البيت الأمه وشيخ البيت الأمه وأعلن جاهليته. سمع النداء أو الآذان يصيح أشهد أن محمد رسول الله. ماذا قال؟ قال طوبى لأمية قد قتل ببدر ولم يسمع هذا الشعار. طوبى له قتل في بدر ولم يسمع أشهد أن محمد رسول. هكذا كان يتمنى أبو سفيان شيخ البيت الأموي. طوبى لأمية. أمية علوا على خبره بلال أو عمار. يقول فتح عين أمية الرمق أخير قال له ماذا فعل القوم؟ شوف تمسكهم بالجاهلية. هذا رافد من روافدهم أبو سفيان رافد من روافد أولئك. قال له ماذا فعل لقد يا رويعي الغنم نعته هكذا لقد رقوت مرقات عظيمة ارتقيت مرقات عظيمة. ما فعل الناس؟ قال له هربوا وولوا الدبر. قال لي يعني خسرنا؟ قال نعم خسرتم المعركة. قال إذن عجل بقطع رأسي واحمله على الرمح حتى تري قريش أنني مت على دين الصلاة. هكذا يقول عجل بالعجل حتى لا يمحكوني بالجبان خليني على رمح طويل حتى تري قريش أنني مت على دين الصلاة. هكذا كان يقول وأعلنها صراحة لا من جنة ولا من نار ولا كذا ولا من شرور لكنه الملك. معاوية أيضا أعلنها صراحة. معاوية ما قاتلتكم لكي تصوموا أو تزكوا أو تحجوا أو وإنما قاتلتكم لأتأمر عليكم وعلي رقابكم وآتاني الله ذلك وأنتم له كارهون. ويزيد أعلنها صراحة على أن لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. إمام زين العابدين كان يركز على هذا الخط على أن الإسلام انتهى في زمن بني أمية. شلون أرجع المجتمع الإسلامي إلى ما كان عليه في عهد النبي؟ فعلا استعمل الدعاء واستعمل زين المناجات ورسالة الحقوق اللي عنده موجودة. الواقع هذا الدعاء يسمعوه يصيح إلهي ما عصيتك إن عصيتك وأنا بك شاك ولا أجد بنكالك متعرض وإنما غرني سترك المرحى علي. يقول له أنا من عصيتك ما عصيتك. ومن يعصي الإمام زين العابدين أبدا؟ هذا في نقاش طويل. يقولون هذا من يقول عصيتك صدق يعصي له كذا. طبعا لا الإمام زين العابدين والأئمة ما يعصون لكن هذا إرشاد المجتمع بشكل بأسلوب غير مباشر. كان يرشدون المجتمع بأسلوب غير مباشر لأن الأسلوب المباشر شوية صعب يعني ما يتقبل الإنسان. يعني علي بن أبي طالب سلام الله عليه يريد يشير إلى نقطة معينة في المجتمع يقول اللهم ارزق حكامنا العدل. يعني شنو؟ يعني يا أيها الحاكم صير عادل. لكن إذا جاء ما وقال له صير عادل راح يتأذى من عنده لأن النصيحة ما تقبل من أي إنسان. اللهم ارحم أو اللهم ارزق آباءنا الرفق مثلا يريد يقول له يا أيها الأب صير رفيق بأولادك مثلا. الإمام زين العابدين أيضا يصيح ما عصيتك إذا عصيتك وأنا بك شاك ولا لبن ذلك مستخف ولا لعقوبتك متعرض وإنما غرني سترك المرحى علي. وسوءتاه يقول وسوءتاه غدا إذا قيل للمخففين جوزوا وللمثقلين حطوا أمن مع المخففين أجوز أم مع المثقلين أحط. هكذا كان يقول هكذا كان يتعرض الإمام زين العابدين بهذه الأدعية حتى يسمع الناس على أن الواقع الخط الأصيل هو خط محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل. بعد ما كان هؤلاء الذين كانوا في المدينة المنورة قلت لك بعد واقعة الحرة ترملت النساء
وإذا تقرأ واقعة الحر الواقع فالمأساة عجيبة وغريبة. فضت ألف بكر، كان إذا الإنسان يتزوج امرأة لا يشترط كذا بقرة ما يدري بيها زين، كان يطوف عليهم في بيوتهم ويحمل إليهم البدر من الدنانير وكذا، إلى أن انتهى عهد يزيد ابن معاوية. اجا مروان بن الحكم من البيت الأموي، اجا معاوية الصغير عفو ابن يزيد، هذا في حياة الحيوان الدميري. كاتب عليه كتابة عجيبة وغريبة، يقول الله إذا أراد أن يستخرج النظيف من البؤر العائر يستخرج واحد منه. معاوية الصغير هذا الرجل يقولون 6 شهور أو 40 يوم روايتين، يقول صعد على المنبر قال إن كان هو المغنم فجدي وأبي غنموا الكثير، جتهم الخلاف وغنموا الكثير، وإن كان هو المغرم ليس المغنم فهذا مو حقنا، حق أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أرجع إلى أهل البيت، أنت تجد الآن هناك قبر في ظفر عيانة شايفة زائرة، معاوية الصغير محب أهل البيت كاتبين، تلقى بي زيارة وتلقى بي تراب وتلقى بي كذا وشذا ورائحة عطرة. وجدة فوق من عنده شوية لا تمشي مستقيم، جدة مؤسس الدولة الأموية أيضا، هم عنده قبر نبرة نتنة يرثي لها المار إن مر بها، ريحة ريحة رائحة نتنة رائحة نتنة. أنا كان عندي نذر إذا وصلت إلى هناك أقرأ أبيات محمد مندوب السوري، اللي بعدين هذا محمد مندوب السوري مع الأسف نكرها. أحد العلماء قال لي شفته في مؤتمر وقلت له يا محمد يا كذا يا أبا فلان يا دكتور، هو دكتور في جامعة دمشق، قال له لعل هذه القضية تدخلك الجنة. قال له وما هي؟ قال هاي الأبيات اللي قريتها. قال له محمد الأبيات ليسني، هذه ليسني نكرها، أبيات أبا يزيد أين القصور ولهوها والصافنات وزهوها والسدد أين الدهاء، نحرت عزته على أعتاب دنيا سحرها لا ينفد، هذا ضريحك. هو هاي عقبة هؤلاء هكذا، عقبة السفلة والساقطين هكذا، هذا ضريحك. يقول له لو نظرت ببؤسه لأسالمت معك المصير الأسود، كتل من الترب المهين بخلبة سكر الضبابها فراح يعبده أبا يزيد. وتلك حكمة خالق، ماذا أقول وباب سمعك موصد، قم وارمق النجف الأغر بنظرة يرتد طرفك وهو باك أرمد. هذا معاوية الصغير إجا زين صعد قال الحكم ليس نظر الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. إجا مروان بن الحكم تزوج أم معاوية الصغير، كان عندها خالد ابنها فتزوجها حتى يستمير خالد، قام يشتم على خالد فديوم نعته ونعت امه بالمجلس باقضاء النعوت، ما نقدر نحكي لها جايه، فشر على امه هي هم كانت يقولون سمينه شويه، خلت المخده على خشم الظهور، والى ان مات مروان بن الحكم 6 اشهر. 6 اشهر جاء عبد الملك بن مروان. عبد الملك مع الامام زين العابدين يقولون كان يقدره عبد الملك بن مروان، كان ينعمك شيء إذا ما دز على الإمام زين العابدين ويسأله يقول له ماذا نعمل؟ ماذا نعمل يا ابن رسول الله؟ لأنه أول حكم عبد الملك كتب إلى واليه بالمدينة جنبني دماء أبي طالب، لأنني رأيت بني سفيان ولغوا بدمائهم فزال ملكهم. يقول بنفس الساعة كتب الإمام عبد الملك ابن مروان شكر الله سعيك، هذا العمل شكره الله وسوف يطيل في عمرك. أبقى في روح الإمام سلام الله عليه كتب له هذا الكلام أنه شكر الله سعيك وسوف يطيل في عمرك. خفف عنه شوية، حتى الحادثة المعروفة ملك الروم كان يدز ملابس إلى الشام وكان عليها شعارات رومانية وعليها شعارات أرقل وعليها كذا، يقول رجعها عبد الملك بن مروان. فكتب له ملك الروم انا عندي نقود مسكوكه انا جاي تجيك جاي نتعامل بها، سوف اكتب على العمله واشتم رسولكم محمد صلى الله عليه واله وسلم. ايضا بعث على الامام زين العابدين سلام الله عليه. قال ما العمل؟ قال له نسوي نقود جديده نسك فيها شعارات اسلاميه او نصلي على محمد او نذكر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان من تدبير الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه.
عاش هذه الفترة حتى مع ألد أعدائه كان يوصل له الخير. إسماعيل بن هشام، أنا ما كمل، إسماعيل بن هشام مختلس، اختلس في زمن عبد الملك بن مروان أموال، أموال كثيرة، فاستبدله بعمر بن عبد العزيز للمدينة، وكتب لعمر: يا عمر، إذا وصلك كتابي هذا أصلب هذا إسماعيل بن هشام. إسماعيل عبر على ناسبك، رجل ناسب يشتم الإمام زين العابدين، كل ما يراه يشتمه ويشتم الإمام علي ويشتم الحسين، ناسب عجيب وغريب. فكتب له عبد الملك بن مروان: اصلبه في الشمس واجلده حتى يسترجع الأموال. صار عنده في المصيبة عظيمة هذا إسماعيل بن هشام. هاي كلها بكفة، وكفة زين العابدين يجي شمت بيها هذه في كفة أخرى. يقول: عندما صلبوه وقاموا يجلدون بي، ووقفوه بالشمس وقاموا يجلدون بي، الإمام بعث على أصحابه قال: لا تهيجوا بأذان، لا تسموا كلمة واحدة. هاي روح الإسلام اللي يريدوها أهل البيت، هذه روح الإسلام اللي يريدون الواقع يربون المسلمين عليها، يعني التواضع، المحبة. أنت ترى الآن إذا واحد يخالفني بالفكرة أعطيك راس ماين، والله ما أعطيك راس ماين، يخالفني بالفكرة فقط. أنا أفكر هكذا، هو يقول هكذا، مو ما أقدر أشوفه بعد، ولا أقدر أعطيه، ولا أسدي إليه بالقضية، لأن بالفكرة. فكيف هؤلاء الإمام زين العابدين، دولة إسلامية كاملة في عهدته، هو الإمام المفترض الطاعة، أفرض ما قاده، لكنه كإمام مفترض طاعة كل الناس الموجودين بالمدينة وغير المدينة لازم يوجههم بتوجيه، لازم ما يحقد عليهم. فعلا ما حدث هذا. اسماعيل ابن هشام قال للاصحاب: دير بالكم لا تهيجوا بأذى ولا سمعوا كلمه. ثم مر عليه هم همس في اذنه يقولون، قال: يا اسماعيل، اذا عندك مقرن واحد يطلبك فلوس او كذا نحن نعطيك، ما خليك دليل، ما تعيش دليل، الانسان مو دليل، الانسان كريم. صحيح انت جئت تسدي هذه القضايا وتشتمني، لكن انا ما اقابلك بهذه المقابله، راح اقابلك بالجميل، لان هذا ديدن اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين. كلهم اباء، كلهم امام امير المؤمنين مثلا، الامام الحسين يبكي ليله العاشر، لماذا تبكي؟ يا سيدي، يقول: ابكي على هؤلاء يدخلون النار بسببي، شفت اكثر من السمو. هكذا أرادوا الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أن يربي المجتمع. يا ليت مجتمعنا خاصة هنا، المجتمع جاي ينحسر شوية شوية، لا كرامة، لا أخلاق، لا احترام، أبدا أبدا ماكو، لا تعاون زين، لا كلمة طيبة أصلا. إذا خولف بالقضية بالفكرة، إذا هو يحمل خط آخر وأنا أحمل خط ثاني، لا، لازم أشتمه ولازم أهينه ولازم كذا ولازم ولازم. قل الإمام: أحبونا حب الإسلام، لا تسووا الممارسات تخلون الناس تضحك عليكم. والله ما زال حبكم بنا حتى أصبح عارا علينا. حبونا حب الإسلام، كيف تحبونا حب الإسلام؟ يعني لا تسووا الممارسات تخلونا مثل الإله، يعني لا تألهونا، يعني لا تسووا الممارسات ينتقدكم الغير بيها. حبونا حب الإسلام، الإسلام كيف؟ ما زال حبكم بنا حتى أصبح عارا علينا. هكذا كان يقول الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. قال هذه النهضة وكان يجلس في مسجد رسول الله للعلم والعلماء، كان عند هؤلاء القراء، حركة القراء حركة عظيمة، ألف من القراء قراء القرآن، كان يفسر القرآن الكريم، وكان يقرأ القرآن الكريم ويعلم هؤلاء ويحفظون من القرآن الكريم. سعيد بن المسيب، هذا واحد من القراء، يقول: كنا نخرج إلى مكة نتجمع ألف من القراء، كنا إذا أردنا أن نخرج إلى مكة ما نمشي خطوة حتى يخرج زين العابدين سلام الله عليه أمامنا يقود هذا الجمع حتى نذهب معه إلى مكة. كان هذا حياة الإمام زين العابدين سلام الله عليه في هذه العجالة. هذا اللي يكتر يعني الواقع، وإلا هو على قولة الدكتور الله يحفظه بعد 50 مجلد 100 مجلد يرد الإمام زين العابدين سلام الله عليه. بعد بالمدينة المنورة أخذ على عاد
راتبه اعتاق العبيد، كان ياخذ اموال يطلق من ابي نيجر والبغيبغه ويسال يا بيت بيع عبد من العبيد، يا بيت عند عبيد، يقولوا له هذا البيت يروح يطرق الباب، يعطيهم اموال ثم ياخذ هذا العبيد يجمع العبد يجمعهم الى شهر رمضان، جمعهم كلهم في مكان الى شهر رمضان الى ان تاتي ليله العيد، يقعد معهم يعطيهم يفطرهم، هو يوقف عليهم يقول يصب لهم الماء، يقول له سيدي دعنا نقرب اقعدوا، يعطيهم ماء ويطوف عليهم ثم يجلس معهم هؤلاء العبيد، ياكل معهم يفطر ليلة العيد، يقولوا امشيوا ايدكم بالدعاء، قول اللهم اعفي عن علي بن الحسين كما عفى عنا. فعلا يقول يشيلون ايديهم بالدعاء اعفي عن علي بن الحسين. بعد ذلك يقول يذكر العبد يقول له انت اخطأت هذا الخطأ الفلاني ابتديت منك انا. زين راح اعفي عنك. وذاك يقول له ايضا انت فعلت هذا الخطأ الفلاني انا ايضا راح اعفو عنك، عفى عنه. إلى بعد ذلك يوم العيد يعتقهم، وبس يعتقهم يقول لهم لا اذهبوا أنتم عتقاء وأنتم أحرار، يقول لهم مكانكم، يدخل إلى البيت يستخرج كل واحد له صرة من الأموال، مو يعتقه ويخلي عرضة أو كل على الناس، لا يقول له هذه صرة بها 300 درهم أو 400 درهم، اعمل على استعن بها على دهرك، أو شوف لك فد عمل، شوف لك فد قضية تعمل بها حتى لا تتكفف الناس. هذا وين تلقى السمو في أي مجتمع أو في أي طائفة أو في أي رجال؟ مع الأسف الآن تمر على المدارس، ترى الجامعة الإسلامية اللي حققها الإمام يعني الإمام الباقر والإمام الصادق كان الأسس والدعائم من الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. هو الإمام جعفر الصادق يقول إذا حدثتكم بحديث لم أشنده فاعلموا أن مصدره أبي جعفر أبي محمد الباقر، ومن محمد الباقر جدي علي بن الحسين، كل ما أقول شيء فهو من جدي علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، الإسناد يقول لعلي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه. وذول المذاهب الأربعة اثنين منهم تتلمذوا على الإمام الصادق سلام الله عليه، تتلمذوا أبو حنيفة ومالك، مالك كان مدني وأبو حنيفة كان كوفي، هذا يقول لولا السنة لأهلة النعمان، ومالك مدة أطول درس على يد الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه. وبعد ذلك الشافعي وأحمد بن حنبل درسوا على يد من درس على يد الإمام جعفر الصادق، وفي الآخر يرجعون إلى الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه. الإمام زين العابدين عندما يصور أنه عليل ومليل، ترى مش بوقعة الطف هذا الأمر أبدا، عندما يصور أنه عليل ومليل وما يقدر يمشي، لا لا، كان يقول المبطون في واقعة الطف لحكمة الله سبحانه وتعالى جعله هكذا، لأن دخلوا على خيمته قلبوه على النطع ورادوا أن يذبحوه، يجي عمر بن سعد هذا الندل زين على يد عمر نجا، قال لهم هذا مريض اتركوه هذا مريض اتركوه. وصل إلى الشام الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قام يبارع الظلم بلسانه، قلت لك شعر اللسان. لعله هذه الخطبة العظيمة اللي خطبها بالكوفة وخطبها بالشام شوية قوضت من حكم بني أمية، يعني المجلس كله انقلب على الإمام زين العابدين، احنا ما ندري انتم خوارج، قالوا خوارج، قالوا من التركي، قالوا من الديلم، قالوا كذا، انتم هكذا؟ أول مرة أعطاهم موعظة، الحمد لله الذي جعل الدنيا دار زوال متقلبة في أهلها من حال إلى حال، هاي يخلص الموعظة، لأن سمع الخطيب ينال من علي والحسين وهو جالس، قال ويحك أيها الخطيب، ارتضيت مرضاة الخالق مخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم قال إلى يزيد دعني أصعد على هذه الأعواد أتكلم بكلام لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء فيه أجر وثواب. أبا يزيد ألح عليه، صعد خطب الإمام زين العابدين، راد يبين لهم من نحن، إذا تكلمنا نحن أهل البيت أخصنا الله بآية التطهير،
يجب أن تسمعوا وتعوا ما نقول نحن هكذا. قال أيها الناس أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، حيث الله تعالى يعين. وفضلنا بسبع لأن منا النبي المختار محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومنا الصديق يا علي أنت الصديق الأكبر والفاروق الأعظم، ومنا الصديق ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء، ومنا سبط هذه الأمة، ومنا مهديها. مو منا مهديها الحسين ماذا قال إلى الوليد عندما طلب منه البيعة؟ قال بنا بدأ الله وبنا يخت، يعني الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، هذا الذي يقول ما مولود وهذا الذي يقول كذا. ويوم يجي تطلع تسمع من هذا الحكي الموجود، والعراق وغير دول هم فتمرتع، يعني فت أرض خصبة للجهل. يا اللي طلع وقال أنا المهدي هم يركون وراء، يا اللي طلع وقال أنا الموكيل المهدي يركون وراء، ألف ألفين ثلاثة، ومع الأسف لا علم لا فهم لا كذا. شلون أنت المهدي؟ كيف أنت المهدي؟ شلون هذا؟ مو أبو على مات الإمام المهدي الحتمية كذا، هذا في معرض آخر. زين منا مهديها. أيها الناس من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا بينكم السامي وحسبه، مو قضية حسب ونسب، يعني التفاخر بالأنساب مو هذا ما ممدوح، لكن يريد يقول نحن من أهل بيت. بيوتات بيوتات تهدم الإسلام، وبيوتات تبني الإسلام، هذا الغرض منه. مو يريد يفتخر بنسبه لأنه هو ما يعترف. يجي طاووس يلقاه يبكي بين الركن والمقام، أغمي عليه. زين يقعد طاووس يقول سيدي أنت تعرف من أنت؟ علي ابن الحسين ابن علي، جنة خلقت لكم يا سيدي، ليش تبكي؟ شي يقول للإمام، يقول له عجب، القرآن يقول فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون من ولا. فمن يقول من عرفني فقد عرفني، أنا أعرفكم بالبيت مالتي. شنو هو البيت؟ هو الذي بنى الإسلام، هو الذي أرسى رواسي الإسلام. هو من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي. أنا ابن مكة ومناء، مو عجمي تبين ولا كذا ولا مدري شنو ولا من الترك ولا. أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن خير من اعتزر وارتدى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن محمد المصطفى. اللهم صل على محمد. الناس انتبهت تبين هذا جد النبي صلى الله عليه وآله. ثم عرج على علي بن أبي طالب، أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين، وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين، وبايع البيعتين، وقاتل ببدر وحنين، ولم يكفر بالله طرفة عين، سمح سخي بهي بهلول زكي أبطحي رضي، مقدام حماهمام صابر صوام، قاطع الأصلاب مفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأبضاهم جنانا وأعزهم شكيمة، زين وأقواهم عزيمة، أسد باسل يطحنهم بالحروب إذا اقتربت الأسنة، واقتربت الأعنة طحن الرحى ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث العراق ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني خيفي عقبي شجري مهاجري، من العربي سيدها ومن الوغى ليتها، وارث المشعرين وابو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي امير المؤمنين. عرفت الناس قاموا يقومون، الناس يبكون، ها
أنا ابن عديمات العيوب، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء، أنا ابن سيدة النساء. يقول أولع الناس بالبكاء والنحيب، قال أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن من رأسه على السنان يداوى، أنا ابن من حرمه من كربلاء إلى الشام تسبى. لم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب. ثم بعد ذلك التفتت زينب، خويا بس العليل الظل شريده، يصفج وسف يا حسين بيدي، ويصيح ابويا اليوم اريده. يقول هذا له موقف مع زينب، وموقف عندما ادخل على عبيد الله بن زياد، عندما دخلوه قال له عبيد الله بن زياد من انت؟ قال انا علي بن الحسين. قال قد قتل الله علي؟ قال كان لي اخ يدعى علي قتله الناس. قال عبيد الله بن زياد بل قتله الله. الامام قال له ان الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. قال ولك جرى على رد جوابي، خذوه اضربوا عنقه. يا متعمة الاسمة الديالة يا ابن زياد، ارحم سقم حاله، عدل خليه واذبحني بداله. يا يا علي يا علي يا محمد اكفيانا
فإنكما كافيان منصرانا فإنكما ناصران يا مولانا يا صاحب الزمان. الغاوث 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 أدركنا 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 الساعة 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 العجل 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 برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات لا سيما الشهداء والعلماء وأموات الحاضرين والحاضرات رحم الله من يقرأ الفاتحة تسبق الصلاة على محمد وآل محمد.